السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم كيف تربي أولادك تربية صحيحة، الحلقة الثانية. أنا أصرخ دائما صوتي ابني، إذا انتظر الصواف مماثلا عندما يشعرون، وعلاقة متوترة وحلول منعدمة دار الصراط. العائلة لا ينبغي أن تكون مثالية، لكن يجب أن تكون متحدة مهما حدث. لا تثير الحسد والحقد في نفوس أطفالكم بمقارنتهم بغيرهم. لكل طفل طاقات وقدرات ومواهب خاصة، اكتشفوا مزايا أطفالكم بدلا من مقارنتهم بغيرهم. تبادل الهدايا بين الزوجين يحقق السعادة ويزيد من المودة والألفة ويعزز الاستقرار النفسي للمرأة، وبالتالي الاستقرار الأسري بأكمله. فالهدية على بساطتها لها تأثير إيجابي على الجميع. قبل أن تبدأ تعليم الصغار، ابحث عن مفاتيح قلوبهم، فإن أحبك الصغير أخذ عنك كل شيء وتقبل منك حتى العقوبة. قانون المنزل: الاحترام المتبادل، الصدق في الخوف، العائلة أولا، الصلاة في أوقاتها، احترام الوقت، النقاش قبل الفصال، الكل مسؤول، النظام مهمة الجميع. تلك الأعين التي تواطي الطفل في انتظار جلة يقوم بها. اتركوا للطفل مساحة من الحرية، اسمحوا له أن يتعلم من أخطائه. لن أغير أطفالي بل بأي شيء في هذا العالم، لكنني سأغير العالم لأجلهم. الأب يجب أن يكون سند ومربي وصديق، يساعد أبنائه على مواجهة التحديات ويدعمهم في كل خطواتهم. دقائق قليلة للطفل في حب أمه لا تقدر بكنوز الأرض. اغتنم المواقف التي يصدق فيها ابنك، للثناء عليه والتأكيد على أن الصادق محترم بين أهله وأصدقائه. التنظيف خلف صغاري أمر شاق جدا، لكني أيقنت أنه لن يكون أشق علي من مرض يمنعهم من إحداث الفوضى. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام. وإلى خير آخر في الحلقة التالية إن شاء الله.